السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم حلقه مميزه تعنى بهموم المواطن، بمشاكله، وكل احنا اكيد كل مواطن عراقي بلغ 18 سنه فما فوق اقتنى سياره، اكيد هاي السيارة يراد لها بالشراء، يراد لها تحويل، بعد لازم يطلع إجازة، لازم يطلع سنوية، وتفاصيل كثيرة. منهم من اشترى السيارة وبيها مشاكل لازم يراجع المرور، ومواضيع أخرى، معلومات جديدة تطرح بعضها لأول مرة من على شاشة قناة العيان. اليوم ضيف عزيز علينا في قناة العيان وفي برنامج بخدمتكم، المقدم الأستاذ حيدر شاكر محمد، مدير شعبة شكاوى المواطنين في مديرية المرور العامة. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك دكتور حازم، يا أهلا وسهلا بقناتكم الموقرة. الله يسلمك مقدم حيدر، أنت من الناس المتعاونين بصراحة، وشكرا لمديرية المرور لوضع ثقة بهكذا شخصية. شكرا متعاونة جدا أمانة يعني. شكرا جزيلا لك دكتور. مقدم حيدر، خلنا نأخذ آخر المستجدات في مديرية المرور العامة، شنو مستجداتكم؟ يعني احنا في مديرية المرور العامة مثل ما تعرف دائرة خدمية، همها الأساس هو خدمة المواطن العراقي. احنا بعد فتح المشاريع من قبل الحكومة العراقية بخصوص فتح جسور وأنفاق وتوسعة اللي حصلت في أغلب شوارع العاصمة بغداد، مديرية المرور العامة بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض قيادة عمليات بغداد قمنا بفتح أغلب الشوارع الفرعية والجانبية اللي تساعد بامتصاص الزخم عن شوارعنا شوارع بغداد. وإضافة إلى أنه إحنا في مديرية المرور العام جادين جدا جادين بتخفيف الزخم المروري، وخصوصا في وقت الذروة اللي هو دائما يكون عندنا من الساعة 7 صباحا وغايه الساعه 9 من نفس اليوم، دائما يكون عندنا وقت ذروه. الموظف يروح الى دائرته يواجه صعوبه بالوصول الى الدائره بكثره الزحامات المروريه الموجوده في العاصمه بغداد، اللي سببها الرئيسي اللي هو انه كانت هناك تلكؤ في بعض المشاريع والخاصه بفتح أنفاق أو جسور. نعم، فمن 2003 تدري لغاية هذا اليوم إلى أن يعني أتت الحكومة الجديدة اللي برأسة سيد السوداني، اللي يعني أنطانا أمل بفتح شوارع جديدة وأنفاق وجسور، يعني مثل ما تلاحظوه اللي هاي المشاريع العملاقة اللي دا تجري حاليا في أغلب شوارعنا شوارع بغداد. جيد، والآن راح نربط هذا الجواب نعم بسؤال ان شاء الله، لكن هسه لان شاهد اختناقات، يعني هذا سبب اكيد يعني نعم جزء من المشكله. هاي الاختناقات شنو معالجتكم انتم اداره المرور العامه؟ يعني احنا معالجتنا في مديريه المرور العامه مثل ما قلت لك انه نحاول جهد الامكان نشر مفارز اكبر من اخواننا رجال المرور اللي تشاهدوهم في شوارع بغداد، وخصوصا في هذا الوقت اللي هو من الساعة 7 صباحا، يعني كل الكوادر تقريبا الإدارية ضمن القواطع تكون بشارة خلال هذه الفترة، خصوصا لمنع ارتكاب المخالفات المرورية بالدرجة الأساس من بعض الأخوة سائقين مركبات. تدري نوبات السائق يقول هي دقيقة، بس احنا هاي الدقيقة تسبب لنا زخم يعني مئات الامتار من المركبات. تمام. بهذه الفتره خاصه الفتره الصباحيه. ولهذا تشاهد انت بالفتره الصباحيه رجال المرور انتشارهم يكون اوسع من بقيه الساعات، يعني يكونون دائما اهب الاستعداد ويحاول جهد الامكان انه مجرد بس يخلص السير، يعني يمشي السير جهد امكانه. ولهذا احنا دائما سيد مدير المرور العام جاد جدا ومن الصباح الباكر يوجه كل الدوريات ويوجه كل القاده في مديريه المرور العامه بانه هاي طبعا يوميا هذا الكلام، وخصوصا اثناء الدوام الرسمي.
دائم كل دوام. وانت هم جايكم هسه دوام الكليات يعني الله يساعدك بصراحه. والله الله يساعدك. يعني الزخم راح يكون يعني الناس تضطر تطلع من الساعه 5 ونص الصبح او بالستة الصبح. صحيح. حتى تقدر توصل، يمكن توصل بالستة ونص للدائره. بس احنا بسرعة. نأمل خير، يعني نأمل خير بالفتره السابقه، بالفتره القادمه اللي راح تجي لل تجينا ان شاء الله. يعني المشاريع هاي من تخلص اذا ظلت بهاي الوتيره راح يعني تخفف لنا بما يقارب 50% من الزحامات. أه. ان شاء الله. يعني حسب علمي وتحدثنا مع الحلقه الماضيه مع الاستاذ باسم العوادي متحدث باسم الحكومه، قال بانه 24 ساعه العمل بيها. صحيح. وعلى وتيره واحده. دن نشوفها. وانت حضرتك يمكن تتجول في بغداد تشوف انه اصحاب المشاريع هاي اللي العمال اللي يشتغلون يعني في ساحه النسور، عندنا في ساحه عدن. صح. في تقاطع الدوره عندنا حاليا، هذه المشاريع قائمه يعني مستمره، العمل بها مستمر. يعني نعمل خير بالفتره القادمه ان شاء الله. سمعنا قبل فتره تبيعون بارك فاتح دكان تبيعون ارقام مميزه، شنو نعم. هاي الاموال وين تروح؟ يعني الناس تسال، قال يشتري مثلا ب 3 ملايين مو اكو ارقام، ومليونين وكذا 200 مليون اذا حسب المخرج دي يقول ما اعرف. الارقام المميزه اللي هي أي. اللي هي الارقام تكون الرقم مميز، يعني يعني ما يكون رقم فردي اما يكون رقم زوجي، يعني 1 2 3 4 5 أه. 6 هاي الارقام اللي دائما تكون متسلسله، واللي اغلب الراغبين بشراء هذه الارقام من التجار. فتعرضها مديريه المرور العامه، يعني احنا عندنا اعتقد مزاد على مجموعه من الارقام يوم 27/9 هذا الشهر ان شاء الله يتم المباشره ببيع مجموعه من الارقام في المزاد العلني. تدخل جميع اغلب يعني يجون اصحاب اللي يريدون يقتنون هذه الارقام، مزايدة علنية أمام وسائل الإعلام، ومنها ندعو قناتكم حضور هذا الحدث، ومن ثم يتم عرض الرقم في المزاد العلني ويباع. أما إيراداته بشكل عام تذهب إلى خزينة الدولة. جيد. أنا أتذكر يمكن أكو تجارب بالدول يعني موجودة يبيعون الأرقام لا. المميزة. صحيح. يمكن آخر حدث في عمان. صحيح. باعوا الأرقام، يعني هسه حسب المخرج يقول لي يوصل إلى 250 مليون الرقم المميز. صحيح. ممكن. صحيح. لا احنا عندنا مثلا قيمة هذا محدد. نعم. قيمة مثلا رقم نقول 50 بغداد مثلا او 50 بابل. اي. قيمته مثلا حددتها اللجنة انه هذا قيمته مثلا 100 مليون في نظر اللجنة. اللجنة. تقييم. من يصير عليه عملية تفتح المزاد. تفتح المزاد. يصعد هذا الرقم الى 250 الى 300 مليون. أه. عادي ممكن انه يصعد الى 250 300. احنا في كل الاحوال انه هي مزايده علنيه شفافه قدام الاعلام وقدام امام يعني انظار العالم بشكل عام. حتى عندنا بث مباشر يصير في بعض الاحيان بهذه المواضيع، ف ينباع مثلا يرسو على حضرتك على شخص اخر يرسو هذا الرقم على هذا وياخذ. هذا اذا رسى علي الرقم ويقول لي مليون دولار نبيع بيتنا ونبيع السيارة وعلقها بالخيم يعني أعتقد هذه تجربة جدا جيدة لو تفيد خزينة الدولة إضافة لأنه إيرادات. صحيح. إيرادات. إيرادات وهو اللي راغب بشراء هذه الأرقام واللي ما يرغب لا ما يحتاج. وهذا مزاد. وهذا مزاد. أحسنتم جزاكم الله خير. كثرت بالآونة الأخيرة وخاصة في الزيارة الأربعينية اللي مضت حوادث يعني مؤسفة، فعلا مؤسفة اللي راحت فيها أرواح بشر من زائري الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك حوادث في الأيام الاعتيادية. صحيح. يعني بصراحة هي على عاتق مديرية المرور العامة، هاي مهمة مديرية المرور العامة، إما أن تكون هناك لجان وما أعرف شلون عالجت يعني تعالجوها. يعني إحنا دائما الحوادث المرورية نلخصها بثلاث أسباب. أسباب الحوادث المرورية هو يا أما ساق وهو تكون عليه النسبة الأكبر. صح. من 80 إلى 90% على ساق. هاي بالمخطط. اي لا الاسباب بشكل عام. واضح. الاسباب الحادث المروري بشكل عام. واضح. يا اما قبل بدايه السائق بالدرجه الاساس السائق لان هو اللي يقود المركبه. تمام. والمركبه بشكل ثاني والطريق. هاي ثلاث اسباب
ما يعني لازم يكون احد الاسباب من عندها سوت ارتكاب الحادث اما يكون مشترك من عده اسباب. ولهذا احنا دائما في مديريه المرور العامه وخصوصا في زياره الاربعين اخواننا السائقين اللي صارت اغلب الحوادث في سيارات الاجره سيارات النقل صح الجماعي صح السائق ينام دينيا انه ومثل ما تقول فزعته انه ينقل زائرين قام ينقل زائر وما ينام صح فالنعاس يغلب على الـ على الـ على على هذا السائق وسبب له الى حوادث يفقد السيطره ويسبب له حوادث. اضافه اذا بعض الاحيان السائق ينشغل في مكالمه هاتفيه واللي هسه حاليا صايرين انه قام يكتب رسائل اي ايوه اثناء قياده المركبه يشتت انتباهه. تدري ايش قد يعني هذا الهاتف 90% من من اشغال الدماغ اشغال عقل السائق في بالهاتف النقال ولهذا يسبب لنا هذه الحوادث اللي كثرت. شنو عقوبتها؟ استخدام الهاتف النقال 50% ماده 25 50,000 دينار استخدام الهاتف النقال ماده 25 والله المفروض بصراحه على هي لتسوي حوادث. نعم هو قانون مشرع من قبل مجلس النواب العراقي فاحنا على هذا الاساس تعمل مديريه المرور العامه ما نقدر احنا نتجاوز القانون. فلهذا دائما ننبه اخواننا مستخدمي الطريق انه يا اخوان انت ايش قد ما اشوفها هي بسيطه يعني ممكن مكالمه هاتفيه تكون بسيطه صحيح وانت سائق محترف بس هو ما له دخل انه انت جزء منتبه بس اللي بصفك ما منتبه همدا يخابر بالهاتف او منتهي وممكن يسبب لك حادث صحيح. فلهذا احنا دائما نقول لكم يا اخوان التزم بكافه التعليمات المروره هو حفاظا على سلامتك بالدرجه الاساسيه. وبعدين اضافه لها اكو غيرك هم يستخدم هذا الطريق ممكن نكون راجلا ممكن نكون مراه كبيره ما تقدر تكون حركتها سريعه لتجنب الحادث. ولهذا دائما التزم بالتعليمات المروريه اللي هي جنبك ارتكاب الحوادث المروريه والندامه دائما تكون بالسرعه. احسنت. متى تحجز المركبه؟ تحجز المركبه صلاحيه رجل المرور بحجز المركبه في عند ارتكاب المخالفات المروريه. كل المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور يتم بموجبها صلاحية لرجل المرور بحجز المركبة المخالفة. أي مخالفة؟ ممكن أنه مخالفة وقوف ممنوع بس أنت تاركها ورايح سببت لي قطع شارع كامل أي هل من المعقول بس مجرد غرامة لازم تكون عقوبة قوية حتى رادعة حتى أنا ذات الوقت أنه أنت بعد ما ترتكب هكذا مخالفه اشيلها انا بالكرين مرور واوديها لساحه الحجز. اي لانه مسبب اذى بالشارع العام. صح. ممكن انه انت جاي مخالفه عكس السير. تسبب لي كذلك هذا طبعا هاي مخالفه السير عكس الاتجاه هذا شروع بالقتل. يعني بالقانون؟ طبعا هاي شروع بالقتل. يعني ممكن انه السبب لا سمح الله حادث مميت بهذا اليوم بالتاكيد. يعني انت جاي انت ما منتبه انت جاي بسايدك وتعرف هذا السايد وهذا السايد تعرف انه بالاتجاه سايد واحد ويجيب واحد من الامام وين تروح يعني مثلا يسبب لك كثير حوادث والحوادث كثيره بهذا الشيء. ولهذا احنا اكو مخالفات مروريه نشدد انه على رجل المرور انه يكون حازم بها منها اللي هي عدم التزام السائق بإشارات رجل المرور الضوئية عدم مخالفة عكس السير عدم يعني تثبيت المواطن اللوحات المرورية كذلك هاي مخالفات تحتاج حزم من رجال المرور. احنا بدورنا نوجه نداء من قبل قناتكم للإخوان مستخدمي الطريق إخوان الالتزام رجل المرور ما عندك فقط الالتزام بقواعد السير والمرور الأصولية. جميل أحسنتم. يعني أنا جالي تطبيق رسالة وقال أكو تطبيق لغرامات هسه قبل أيام رسالتين رابط أدخل على هذا الرابط أكو تطبيق رابط في مديرية المرور العامة هذا الرابط موجود هذا؟ تدخل عليه تعرف من خلال هذا الرابط أنه على مركبتك غرامات مرورية
ارتكب المواطن. تجيك SMS على اساس على رسائل؟ لا واحد هذا تطبيق حاليا في مديريه مراكش. افكروني هذا موجود بالموقع على جوجل تدخل غرامات المروريه من ضمن الاختيارات تدخل على الغرامات رقم تدخل معلومات تدخلها تطلع لك الغرامات المرورية على هذا أوبديت دائما محدث. يعني نقول هسه تحدثنا قبل شوية على الإشارات المرورية والالتزام بها. لا. أنتم كمديرية مرور عامة إيش قد نسبة إنجاز أو تشغيل الإشارات المرورية في بغداد مثلا؟ هسه احنا يعني احترام لكل محافظاتنا العزيزة لكن بدنا ناخذ مثال يعني إيش قد يعني نسبة الإنجاز أو التشغيل؟ يعني هي الإشارات المرورية احنا بدنا نشوفها موجودة بس تقول في مديرية المرور العامة في بغداد تقدر تمشي على الإشارة الضوئية؟ أنا ما أجزم لك أنه في جميع الأوقات أقدر أستمر على الإشارة الضوئية. ليش؟ لأنه الإشارة الضوئية في بعض الأحيان لا تخدم رجل المرور والمستخدمين الطريق. ممكن أنه سير قادم مثلا من شارع معين يكون كثافته أعلى من بقية الشوارع يسبب زخم للتقاطع اللي ولهذا رجل المرور دائما يكون هو أو حاكم هو الحاكم في هذا. نقول وإشارة رجل المرور الأولى على بقية الإشارات. نعم. ولهذا دائما تشوف مثلا إشارة شغالة ولكن رجل المرور ما ده يعمل بالإشارة الضوئية. وهذا الموضوع هذا رجعنا على الاختراقات المرورية. نعم. إحنا نحتاج إشارة تكون ذكية. ممكن إنه تكشف إنه هذا الشارع بيزخم يعطيك على مسافة يعطيك وقت أطول ل هذا الشارع. ممكن يعني أي يعني نحتاج هذا الموضوع. وإن شاء الله مديرية المرور العامة يعني أكو مشروع بهذا الخصوص إن شاء الله بالأيام القادمة نشوف إنه سوف يعني مثل ما نقول يتم العمل تجريبي في بعض الشوارع ممتاز. وعلى ضوء ذلك يعني يتم الأرقام الألمانية أو تسمى مال المشروع مو هي تمام؟ نعم. أنجزت بالكامل وبعدكم بيها؟ يعني إحنا الألمانية اللي موجودة حاليا ما عندنا أي مشكلة بيها حاليا. يعني بليتات موجودة؟ بليت موجود ومستمرين بتثبيت اللوحات وعلنا أكو لوحات عندنا مثلا طبعات. أنا شفت آلاف صراحة. هسه من تراجع مواقع التسجيل تلقى آلاف اللوحات المطبوعة في مواقع التسجيل المواطن ما مراجع عليها وعلنا عنها في مواقع في موقع مديرية المرور العامة علنا عنها في أقرب البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ما يعني ما أعرف شنو سبب المواطن عزوفه عن تثبيت اللوحات. ما أعرف مسافر أي أعذار يعني انه عدم مراجعه لدوائر التسجيل اضافه لان دوائر التسجيل بدها تعمل من الساعه 8 صباحا لغايه الساعه 8 مساء يعني وقت الدوام طويل جدا وممكن انه ثبت باي وقت. تمام. ليش ما تروح ثبت اللوحات؟ ما اعرف حكما يبقى بالارشيف احنا يعني موجودات بالمخازن. في مواقع ما نقدر نصرف بهن الا بعد مراجعه المواطن. ليش؟ لان تثبيت اللوحات على المركبه صح. داخل دوائر مديريه المرور صح. احسنت. يعني اكو مرات هاي السيارات اللي اجت من الاقليم يعني نعم اللي هي رقمها 22 وكذا نعم ارقام الانجليزيه هاي هم تغرم؟ نعم تغرم. شلون نتغرم؟ ناخذ يعني مثلا ارتكب المواطن مخالفه مروريه ضابط المرور الموجود يسحب سنويه ويعطي وصل فوري يسموه يدفع الغرامه الفوريه ويرجع يسلم السنوية ما دفع ما لازم يدفع وين يوديه وشلون العد سنويته وين تروح ها يسحب السنوية لازم اسحب عنده سنوية لانه الارشيف مال هذه الغرامات بالاقليم احنا مؤرشفة عندنا بس مو بشكل دائمي واضح احنا عندنا لجنة ارتباط بيننا وبين الاقليم في حال انه طلب عائدية مثلا في مديرية المرور العامة هاي الشعبة مختصة بهذه الامور انه ترسل عبر الايميل الى الاقليم انه عائديه هذه المركبه ممكن انهم تحول هذه المركبه الى شخص اخر فيرسلون لنا اياها عن طريق الايميل وعلى هذا الضوء ذلك نطل عائديه الى الجهه اللي طالبه العائديه. جيد. اكو سؤال مقدم حيدر
السؤال يقول يعني يقول الغرامة المرورية، يقول أنا بكربلاء وتم فرض غرامة عدم تجديد السنوية، ما هي الإجراءات وأين يدفع الغرامة مقدم حيدر؟ يعني هو مادة قانونية بعدم تجديد السنوية، هاي غرامة مرورية اللي هي 50,000 دينار، إنه يراجع أي دائرة من دوائر مديرية قاطع، يعني من قواطع مديرية المرور العامة الموجودة من الموصل إلى البصرة. نعم. يعني أنت ارتكبت مخالفة في البصرة تقدر تدفعها في بغداد وتقدر تدفعها في بقية المحافظات. أي محافظة من محافظات العراق ما عدا أقليم كردستان تدفع الغرامة خلال أسبوع، أصير نصف الغرامة خلال سبعة نصف أيام. المبلغ خلال أسبوع من كتابة الغرامة. نعم، خلال سبعة أيام. بعد السبعة أيام تظل هي نفس ما هي، يعني ما كان سابقا تضاعف خلال شهر لمرة واحدة، هسه بعد ما تضاعف. أه. الغرامة مثل ما هي 50 ظل 50، 100 ظل 100، 200 ظل 200. نعم، احنا هسه هذا القرار الأخير من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، انه الغرامة بعد ما تضاعف كانت 3 أيام صارت 7 أيام للنصف، واحنا عملنا به وصار لنا اكثر تقريبا من 6 أشهر بهذا الموضوع. اكثر غرامه يغرم بها السائق وقوف ممنوع. وقوف ممنوع ايش قد؟ 50,000. هاي اكثر. اكبر غرامه، اكبر غرامه 200,000 دينار، اللي هي السير عكس الاتجاه وعدم التزام بالاشارات الضوئيه واشاره رجل المرور. هاي المادة 25 حددتها انه هي اولا 200,000 دينار. جيد، والتضليل؟ التضليل كذلك 200,000 دينار. 200,000 دينار. نعم. ما حددتوا يمكن لحد الان نسبة التضليل؟ لحد هذه اللحظة ماكو. لجنة من وزارة الداخلية ان شاء الله تشكل بهذا الخصوص، النسب ومبالغ رسوم على مقابل مبالغ رسوم. نعم. جيد. وايضا يعني مو بكيف انا مواطن احب اظللها بالكامل مثلا وادفع فلوس. نعم، اكو نسبه. هنا ما يحكمني المبلغ، يحكمني النسبه. تحكمك النسبه والوقت، سنه قابله للتجديد بها اوقات. نعم. نعم، سنه قابله للتجديد ممكن، ما يعني لحد هذه اللحظه ما مقرت باعمالها. من ان شاء الله تقر اللجنه وتباشر باعمالها نعلن عنها في قناتكم ان شاء الله. جيد. يعني اكو اثناء مرور من الدوره اليوم اكو قطوعات اليوم هاي اي سريع الدوره من سريع معسكر رشيد. نعم، من سريع الدوره اليوم باشر القطع لاعمال هناك، يعني اعتقد مجسر ضمن هذه المنطقه اللي هي صايره من تجي من سريع الدوره بل نزلت معسكر رشيد الزعفرانيه. الزعفرانيه توديك وتوديك على كم ساعه؟ على كم ساعه؟ اي هذا اليوم باشرنا بالقطع. قطعنا لانه اعمال شركه بدات باشرت بعمليه انه هناك جسر من هذه المنطقه. اكو فتره معينه مقدم حيدر؟ والله احنا الفترات يعني هي اللي اعلنت عنها الحكومه انه من مباشره، يعني ما تتجاوز. المتحدث ضمن وزاره الاعمار والاسكان قال من 9 أشهر بعض المشاريع، من 9 أشهر الى سنه ونص. زين شنو بديل هذا الشارع؟ البديل طبعا العلم. نعم. هذا تتفق وياي. نعم. شارع جدا حيوي. نعم، البديل صار من معمل الاسفلت واضح باتجاه كبساره. اها. والسايد الاخر كذلك هم يسار قطع، يعني من جاي من بغداد جديده باتجاه الدوره. صار لا الدخول صار على المعلق على الجسر الطابقين. اها واضح. على الكراده جسر الطابقين. يعني قبل ان يوصل. نعم. يعني الله يسعد العالم ويساعدكم يعني. يعني هي يعني لازم هذه اعمال لازم حتى يعني يكون هناك الزخم المروري ينتهي موضوع. اذا ما تكون هذه الاعمال موجوده صح راح يصير هناك تحويل بالطرق، راح يصير هناك قطوعات، المواطن يتذمر، بس اذا احنا الحكومه تعمل للمدى البعيد. صح. يعني احنا من بعد سنتين ممكن انه سياره بعد ما تقدر تطلع من باب بيتك. ولهذا لازم هذه الاعمال، هذه الاعمال جدا مهمه، اعمال يعني بنى تحتيه طويله الامد، تسبب بفك ازدحامات جدا عاليه في بغداد. فعلا. يعني تدري انت الجسر مهم، النفق مهم، ما بي اشارات ضوئيه ممكن تقاطع وتظل واقف ويسبب لك كثافات
وازدحامات مروريه تخلق لك للتقاطع الاخر. صحيح. ولهذا هذه الجسور والانفاق اللي اعلنت عنها الحكومه وباشرت بها خلال الايام السابقه وخلال الايام اللاحقه اكو بعض المشاريع تطلقها الحكومه، هاي جدا مهمه للفتره الجايه ان شاء الله. حسنت. وهي صارت بعد بسله واحده، كل المشاريع صارت ضروري. بسله واحده ضروري حتى نخلص بيومي ان توقف المكان. صحيح صحيح. بس احنا نؤمن انه ما يكون هناك اي تلكؤ. احسنت. وتستمر هذه الاعمال لغايه الانتهاء. صحيح. واتقان كذلك في الاعمال. انه المشروع من يكمل يكون متقن من جميع النواحي حتى المواطن من يستخدم الطريق يستخدمه بالشكل الاصولي وعمره اطول. وعمره اطول ما فد يوم جوينات على هاي الامور تدري دائما تكون عندنا في الجسرات. احسنت دكتور. هل هناك يعني اوقات محدده لمقابله السيد العام مع المواطنين؟ يعني لو بابه مفتوح 24 ساعه يا اللي يجي اهلا وسهلا. احنا ابواب المديريه مفتوحه في جميع ايام الاسبوع، انه يقدر يراجع مديرية المرور العامة شعبة الشكاوي في قسم العلاقات والإعلام. وين؟ نفس المديرية؟ نفس المديرية شعبة الشكاوي اللي أنا مسؤولها، يراجع للمواطن عند أي عنده أي شكوى. أبوابنا مفتوحة. يا طابق وين بالتحديد؟ بالعلاقات والإعلام. أول ما يدخل بس يقولهم المواطن بالاستعلامات، أراجع شعبة الشكاوي اللي يجيبه مندوب من الاستعلامات يوصله لهاي الشعبة. هاي الايام الاعتيادية. اليوم الثلاثاء مخصص مقابلات السيد مدير المرور العام. هذا اليوم مع المنتسبين مع المواطنين والمنتسبين بشكل عام. نبدي بالمواطنين. دائما يكون الاولويه للمواطن. نبدي بالمواطن، نحل المشاكل. السيد مدير المرور العام نفسه بالمقابلات من الساعه 8 صباحا لغايه انتهاء اخر مواطن برفقه الضباط. برفقه لجنه مكونه من الضباط الاختصاص لحل المشاكل آنيا تكون في نفس اللحظة مثل ما نقول. ورا ما ينتهي آخر مواطن وراها تبدي مقابلات المنتسبين منتسبين مديرية المرور العام. اللي يريد إجازة، اللي يريد مثلا أي إجراء إداري يحس بمظلوميته، فالسيد مدير المرور العام يستمع ويحل يعني كافة هذه المشاكل الموجودة. تدري احنا مديرية المرور العامة مديرية عريقة وكبيرة جدا، من تتكون من الضباط والمنتسبين والموظفين، فدائما يكون هناك يحتاج سعة الصدر المسؤول عن هذه المديرية. والسيد مدير المرور العام سعة الصدر واسعة، تلاحظوا وشوفوا انتم في وسائل الإعلام. الرجل مهني جدا ويعمل بمهنية عالية ويستقبل دائما المواطنين، وبعد ذلك يستقبل. ايش قد العدد تقريبا مثلا كل يعني نستقبل احنا بالاسبوع ما يقارب 200 150 مقابلة شخص. المدير العام؟ نعم. يعني بيوم يقابل كل هذا العدد؟ يقابل هذا العدد، في بعض الاحيان يصل ل 300. وفي بعض الاحيان ما تلقى ل 50 شخص. متفاوت. متفاوت. زين شنو اكثر المشاكل؟ انت اكيد يعني تابع الموضوع، شنو اكثر المشاكل؟ يعني احنا مو مشاكل، في اغلب الاحيان هناك طلبات للمواطنين، مثلا طلب نقل قيد مركب الا موافقه السيد مدير المرور العام حصرا. شنو هذا طلب قيد مركب؟ يعني بالقانون موافقه السيد مدير المرور العام والتعليمات اللي تصدر من عندنا. وفي مثلا لا هو شنو نقل قيد مركبه؟ يعني نقل مركبه من محافظه الى محافظه اخرى. يعني مثلا هو في محافظة صلاح الدين يريد ينقلها إلى بغداد، أو بالعكس. يعني رقمها يتغير؟ رقم المركبة يتغير من محافظة، مثلا بدل ما يكون محافظة صلاح الدين أو مأنبار أو بصرة يصير بغداد. يصير بغداد حسب حسب رغبة المواطن. زين. وبطاقة السكن مالته، سكن إنه يكون في محافظة اللي يرجو النقل قيد. قيد. إضافة إلى أنه مشكلة الغرامات كذلك في هذه مشكلة الحوادث كذلك. إلحاق تخفيض اللواء مبلغ ضمن الصلاحيات. ضمن صلاحيات السيد مدير المرور العام شكل لجان في كل محافظة وفي كل مديرية. مديرية مثلا مديرية مرور بغداد الرصافة ومديرية مرور الكرخ. هذه اللجان تدرس المخالفات المرورية المفروضة على المواطن،
بعد يعني بعد جلب القرارات الحكم اللي فرضت على المواطن تدقق وشوف انه هذا المواطن الغرامه اللي تفرض عليه يستحقها او لا. اذا لا ضمن الصلاحيات لهذه اللجان ممكن انه يلغي هذه الغرامه. نعم يلغيها. جيد ممتاز. ما هي الموديلات المسموح بدخولها بالنسبه للمركبات الان؟ يعني هسه بدي ادخل السياره سنتين من تاريخ يعني هسه احنا يا سنه 2023 2021 يدخل. اي واحد لا 21 يدخل. 21 اي 21 يدخل. هسه من تجي ال 24 21 يوقف. سنتين ثلاث سنوات. زين اما الموديل اللي قبلها فيعتبر ادوات مو يصح ولا ما شنو؟ مو ادوات ما يدخل القطر. ما يدخل اصلا. ما يدخل. الموديلات اللي السابق يعني اللي قبل هذه الموديلات ما تدخل للقطر، المفروض ما تدخل. جيد، عندي سؤال على هذا الموضوع. انا عايش مثلا بالمانيا. جبت وياي سياره. بس تحت الموديل يعني، بس سيارتي باسمي يعني. اي عادي تدخل للقطر. ادخل. ابيعها. ما تصير. ليش؟ لان انا من راح تدخل؟ مديرية الجمارك راح تعطيك رقم ادخال جمركي مؤقت. فانت من راح تدخل للقطر؟ راح تدخل انه انت مقيم او ابن البلد دائمي ابن البلد يباك مشكله حتى لو ابن البلد تدخله بس تطلع هاي سياره لازم تطلع اذا ما طلعت يحترتب عليها غرامات وممكن اذا انكمشت في مثلا في دوائر مديريه المرور العامه تحال بدعوه جمركيه الى هيئه الجمارك العام اذا تجاوزت مثلا السقف اللي مسموح له. احنا دائما نسمع مثلا القاء او القاء القبض على مجموعه جايبه سيارات او دراجات ناريه عبر الميناء مثلا. صحيح انقصر هي شنو هي سياره وشنو هي الدراجه؟ هي بضاعه مثل مثل ما انت تجيبها اي بضاعه مخالفه للتعليمات والضوابط تصادر المفروض هاي تصادر اي مخالفه للتعليمات والقوانين تدخل من اي بضاعه تدخل من خارج بلد مخالفه للقوانين البلد هيئه الجمارك العامه دعوه جمركيه مثل احنا نسميها دعوه جمركيه من القاضي التحقيق فيصدر بها قرار بمصادره هذه البضاعه الى صالح الحكومه العراقيه. احسنت. نعم. مقدم حيدر اكيد الناس منتظره خاصه ما شاء الله كلها دراجات ناريه. صحيح. كل اصحاب الدراجات الناريه وفعلا يقول لك انا اشتريها بكذا مبلغ صحيح ويعني معيشتهم طلعتني اروح اكمل شغله وارجع يا اشتري سياره وانتم بتقولوا المرور يا بنت تشترون سيارات صار تضخم بالشارع ولوت اشتري دراجه ناريه تركض وراي بالمرور الساعه 6 ما يعبر من القناه الى منطقه الزيونه وبالعكس وتشوف مثل واحد يركض ورا الثاني فيقول شنو الحال يعني يعني شلون راح تسجلوها؟ اذا تسجيلها يصير مبلغ اعلى، صح القضيه مو يمكم بالجمرك. حلوا لنا القضيه مالتنا احنا اهل الدراجه. الدراجه حالها حال المركب. حالها حال السياره. عندنا قانون احنا نعمل في مديريه المرور العامه قانون مرور رقم 8 سنه 2019. عامل الدراجه مثل معامله المركب. الاربع عجلات والعجلتين. عندنا نوعين من الدراجات ذات عجلتين وذات ثلاث عجلات اللي هي ستوتة والتوكتوك اربع عجلات لا ثلاثة هي ثلاثة عفوا نعم فكل دراجة لها رسوم في مديرية المرور العامة قليل الرسوم هذه الدراجات يعني مو ذاك المبلغ اللي يخلي المواطن يعزف عن تسجيل دراجته بشكل أصولي أغلب أصحاب الدراجات يعزفون عن تسجيل دراجاتهم لكثرة ارتكابهم للمخالفات المرورية. يخلي رقم صحيح رجل المرور من يرتكب مخالفة يشوف الرقم يقيده عليه فيحتجي مخالفة مرورية ممكن 200 ألف دينار مثلا تطلع البطانة أغلى من الوجه صحيح ولهذا تشاهد أنه إحنا دائما يطون فترات أنه يا أخوان تمديد ثلاث اشهر لكم شهر تعال سجل دراجتك تعال راجع مديريه المرور العامه هسه هذا القرار الاخير اللي صدر ايش قد المده اللي هي اعطيناهم ثلاثه اشهر
لتسجيل دراجات، حتى الدراجات اللي ما بها أوراق اللي يعتبر نقول حديدة، إنه يا أخوان تعال راجع مديرة المرور العامة، تفحص مديرة المرور العامة الدراجة مالتك وتعطيك استمارة وتقول لك راجع مديرة الجمارك سوي لها أرقام، يعني سوي لها حل. أنت تقول ما عندي أوراق، أني أساني طيتك قرار قلت لك هاي شرعية، صح ثبت لي لوحات على الدراجة مالتك، الدراجة مالتك ممكن لا سامح الله ممكن إنه يسبب حادث 100% ويهرب، صار عمليات يعني شلون اشوف صحيح عمليات جنائية كل ممكن ودا نشوفها احنا تأذي يعني ولهذا احنا نصر على انه لازم المواطن اللي يقتني دراجة نارية انه يكون مثبت لوحات مرورية ومسجلة ومعروفة، هاي الدراجة تكون معروفة. ولهذا حتى الدراجات اللي من 40 سي سي دي ما تسجل، من 40 سي سي فما دون بلغنا اصحابها انه يراجعون الاقضيه والمسؤولين القوى الماسكه للارض مال اللي بيها انه يثبت لها لوحه معروفه وما تخرج خارج هذه المنطقه حتى ما يتجول بها خارج هذه المنطقه حتى تعرف. يعني انا ما اقدر اخلي اله تمشي في شوارع بغداد وبقيه المحافظات بدون ضوابط، لازم اقيدها بضوابط. يعني ممكن انه اصحاب هذه الضوابط، انت انسان جيد ما عندي مشكله وياك، بس اكو انسان غير جيد ممكن يرتكب جريمه ويضيع حق هذا الرجل المسكين اللي، ونكون احنا سبب في هذا الموضوع. ولهذا لازم احنا في مديريه المرور العامه جميع الدراجات تسجل في مديريه حالها حال بقيه المركبات. هسه الشاهد انت مركبه ما مسجله في هو جوارد. شنو اليه تسجيل المركبات؟ آلية تسجيل المركبات يراجع المواطن مديرية المرور العامة بعد دخول المركبة مالته بصورة وصولية وصول القرص الجمركي إلى مديرية المرور العامة، يراجعنا نسحب له استمارة يفحص مركبته شروط المتانة داخل المديرية، داخل المديرية داخل مواقع التسجيل يكمل الفحص مالته يدفع الرسوم الأصولية إذا كان الشخص مطابق طبعا، مطابق طبعا لا احنا بشكل قانوني، نحكي بشكل قانوني واضح، يدفع الرسوم مالته بشكل اصولي ومن ثم يتم اخذ البصمه والصوره للشخص اللي باسمه السياره حي بشكل حي بشكل حي، ومن ثم تدقيق بيمنت ويسلم معاملته يستلم سنويه وارقام تطبع الارقام تطبع اللوحات داخل دوائر مديريه المرور العام. موضوعها سهل صح، بس المواطن طبعا كذلك الدراجه نفس الاجراء واضح نفس التسجيل. زين شنو هاي القطعه الفسفوريه التركيه شادي مع اللوحه؟ اللغت هاي هذا اللغت هذا اللغت حاليا يعني استخدامها ما يحتاج. زين اريد اطلع اجازه السوق شلون؟ اجازه يعني حتى هذا يكون اخر سؤال للمواطنين دائما يعني يقولون شلون اطلع اجازه شلون؟ آلية منح اجازه السياقه. زين بداية المواطن يراجع وين مديرية المرور العامة يسحب الاستمارة العامة مديرية هي يعني مواقع التسجيل يعني موقع يعني التسجيل مو العامل بملعب الشعب، حتى ملعب الشعب عندنا عندنا موقع تسحب ممتاز يعطي اجازة السياق يراجع الموقع خلينا نقول انه موقع تسحب عفوا انا ايش قصدي بانه حسب الرقعه الجغرافيه لا ماكو لا يعني انا اذا ما وديك انت تروح للتاجيه تروح مثلا كيفك انت تريد تروح للتاجيه اقرب مكانك تقدر اقرب مكان لك اي موقع تسجيل انا موظف اريد اروح مثلا على اكو مسائي موجود اجازات موجود من يا ساعه ما عدا موقع تسعه ما بيه مسائي ما عدا الملعب الشعب ما بيه مسائي من يا ساعه ليا ساعه يبدي دوام من الساعة الثامنة للثامنة ممتاز جيد رحت أول ما تراجع الموقع تسحب الاستمارة فاحص طبي بداخل الموقع جيد لجنة كمل الاختبارات 25 الفحص الطبي وراها تروح لجان الاختبار النظري والعملي والإسعافات الأولية هاي لجان داخل الموقع كملها نجحت لحد الان نجحت في كل الاختبارات وراها تجي تصور الصوره الحيه تدقيق بيمنت خلصت نفس اليوم اكو زخم الان 4 إلى 5 محطات وتستلم اجازه السياقه بعد ما يكون عمرك 18 سنه طبعا بالغ
وانه انت عندك مثل ما نقول تعرف السوق، مو تجيني ما تعرف السوق وتريد اعطيك اجازه سياقه. الاختبار احنا مالتنا الكتروني يعني اصعد دائما يقول لي اني اغلب احنا يجيبوننا اياها للبيت، وهذا كذب. ليش؟ لان اختبار الكتروني من يصعد بسياره؟ اني غير انت تصعد بسياره، تصعد بسياره وصوره كاميرا بداخل السياره مربوطه بجهاز زين يخلص اختباره بشكل اصولي، ممكن انه يدوس على حساس صح بالارض يرسم ما ينجح زين. ولهذا اغلب الاحيان اللي يقول لك انه انا اجيب لك الاجازه وبفلوس وانا بدون اختبارات وانا بدون جسمه بدون ما احضر، هذا لا يجيب لك يا اخوي من تزوير يعني يجيب لك زين. سياراتكم شنو؟ غير اوتوماتيك ولا عادي؟ عندي اثنين، عندي اوتوماتيك وعندي جير عادي، يعني من حق حسب المواطن. رغبه المواطن ممتاز. انه يقول انا اريد اصعد بالجير اوتوماتيك او اروح عادي. ايش قد نفاذ السنويه؟ سابقا كانت العفو اجازه السوق سابقا كانت خمس سنوات، هسه حاليا 10 سنين. 10 نعم. كذلك السنويه؟ لا السنويه 5 سنين سنوية بس اجازه السياقه 10 سنوات حاليا. ليش السنويه 5؟ بالقانون محددها ب5. قانون المرور محدد لي السنويه 5، قانون المرور كذلك حدد لي اجازه السياق 10 سنين. اريد ابيع سيارتي، شنو الاجراءات؟ اخر سؤال. حتى عقد بينك وبين عقد مروري بينك وبين مالك المركبه، بين المشتري مثل ما نقول، بين البائع والمشتري. راجعون دوائر مديرية المرور العامة للتسجيل، اي دائرة تسجيل. اذا منتهية سنوية المركبة تدخل فحص الهزة، اذا ما منتهية قبل بعد مباشر. فحص الهزة موجود. ايش قد المبلغ مالته؟ 25. نعم. اذا منتهية السنوية تدخل هزة، اذا ما منتهية لا ما يحتاج. هذا ما حسب رغبتك، تريد تدخلها متى حسب رغبتك. تريد تفحصها في مديريه المرور العامه جيب سياره. هذا المشتري يدور هيك. اي تريد تفحصها نفحص لك اياها من شروط المتانه والامان. خلصت. زين اذا رحت هزه بالاهلي اكو برا مكاتب. ما في مشكله، ما عندي وياك مشكله. جيد، يعني انت برغبتك تريد برغبتك. اي بس أوكي. بس اذا نافذه سنويتك لازم في لازم مديريه المرور. لازم في مديريه المرور. لازم في مديريه المرور العامه، واذا تسجيل لاول مره لازم في مديريه المرور العامه. اما بقيه الحال تجديد سنويه مو تجديد سنوية، يعني نقل من الصدامي الى من اي من الرقم القديم الى الرقم نعم يعني تغيير حاله مثل ما هاي الا في دوائر مديريه المرور. ما بقيت الحالات فتقدر تفحصها في اي مكان. جيد. احنا ما نطالبك بفحص المركبه. جيد. ومن ثم بعد حضور البائع والمشتري امام ضابط التسجيل اخذ البصمه والرسوم تدقيق ومن ثم بعمت اللي هي اخر مرحله. احسنتم، شكرا جزيلا على كل هاي الاجوبه. تعبناك اليوم مقدم حيدر. اشكرك دكتور. ان شاء الله نلتقيك بوقت اخر ونتحدث بشكل اوسع، لان بصراحه الوقت نفذ عندنا. شكرا. مقدم حيدر شاكر مدير شعبه شكاوى المطمئنين في مديريه المرور العامه، شاكرين تعاونكم الكبير مع قناه الايام، واحنا يد عون لكم ان شاء الله في نشر التعليمات واخر المستجدات بما يخص المواطن وانجاز معاملاته. الله يبارك فيك دكتور، شكرا لقناتكم الكريمه. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج في العلاقات في الاستوديو، وتقبل تحياتنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي. التقيكم باذن تعالى السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله.